هيلعب محمد هاني الضربة الركنية. محمد هاني على طويلة وعالية تاني ايه؟ تاني ايه؟ حجازي لامس وفي الحكم بيقول ضربة. احمد حجازي طالع بدماغه معاه مدافع من الاتحاد لكن لمس الحجازي وتطلع واداها ضربة مرمى محمود عشر. ادي اللعبة تاني وادي حجازي طالع وادي اتلعبت وهدف. هدف 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 لصالح النادي الاهلي من عماد متعب. عماد متعب في الدقيقة 34 34 عماد متعب يعود لهوايته المفضلة ويسجل الهدف الأول للنادي الأهلي. الهدف الأول للنادي الأهلي حسام الحمد لله حسام السيد عبد الحميد. عماد متعب عماد متعب يعود لهدف اتلعبت سريعة. الركنية الثالثة كانتها كلنا اترقصنا فيها الحكم لكن ادها ضربة ركنية اتلعبت على طول وادي على طول التهنئة لعماد متعب المشوار تبع. ادي اللعبة اهي محمد هاني اتلعبت عدت هي دوت لمس الحجازي ومتعب على طول بتنزل لها ولعبها حلوه 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 وهدف جميل لصالح النادي الاهلي نازل لها حلوه. هنا خبره الهداف. الهداف يا جماعه عمله صعبه جدا في العالم كله. نزل لها بشكل جيد جدا. حجازي لمست متعب على طول ما استناش بقى ولا فكر نزل لها بشكل جيد وبقوه لعبها بعد طرد دي 23 بقى ليه غلبة أفضل في الملعب. وادي تاني على طول أوباما ماشي أوباما ماشي أوباما وبيسقط واحدة حلوة حلوة جول حلوة 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 جول. بقول لحضراتكم حلوة عارفين الألفي أحمد الألفي خطأ تاني في صفوف النادي الأهلي. وادي مختار مختار بيشاور له على طول وأحمد الألفي بيدي الهدية على طول للكابتن مختار بنزوله الدقيقة 34. أحمد الألفي بيسجل تقريبا في نفس الدقيقة اللي جاب فيها عماد متعب. أحمد الألفي بيسجل هدف التعادل لنادي الاتحاد. الألفي يسجل التعادل وادي على طول مارتن يول وأسامة عرابي وسيد عبد الحفيظ باين عليهم الهدف. بقول في حضراتكم اللعبة دي بتتكرر على طول. حجازي و كان سعد سمير ثم نجيب نفس اللعبة. أوباما بيسقطها الألفي قطع من النص ورايح وعلى طول بيلعبها وهدف التعادل لنادي الاتحاد. أعتقد الاستوديو التحليلي مع الزميل العزيز تامر صار استاد النيل والكباتن علاء نبيل وعلاء ميوب وخالد بيبو.